ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي الكرام، أهلا وسهلا بكم مع دكتور وائل جودة في لقائنا الطب والحياة. النهاردة حبيت أتكلم مع حضراتكم عن موضوع الحزام الناري. الحزام الناري ده عبارة عن مرض جلدي بيشبه الحرق، بيظهر على هيئة آلام تحت الجلد ووغز زي وغز الإبر وشكشكة في الجلد، وأحيانا بيبقى ألم في العضلات والعظام في المكان اللي بيبقى فيه الحزام الناري في أي مكان في الجسم، وهو بياخد جنب من الجسم كده، سواء كان الدراع، الصدر، البطن، الرجلين، أحيانا الرقبة وأحيانا الوجه، اللي بيسببه فيروس اسمه فاريسيلا زوستر أو الفيروس النطاقي الحماقي، اللي هو نفس الفيروس اللي بيسبب الجدري المائي. جدير بالذكر برضه إن الحزام الناري ده بيجي مرة واحدة في العمر زيه زي الجدري المائي. ولكن الجدر المائي ممكن يبقى صورة منه في مراحل متقدمة من العمر يجي على هيئة حزام ناري. الحزام الناري أنا بتكلم عنه ليه؟ لأن أحيانا بيبقى ملوش أعراض، بيبقى صامت لفترة طويلة، مش صامت كألم، صامت كشكل لوجود الفيروس نفسه. يعني احنا بيجي المريض بيتألم من مكان معين في جسمه واحنا مش عارفين نشخصه، لان بيبقى غالبا الفيروس ما ظهرش بصورته الجلديه اللي احنا نعرفها، اللي هي على هيئه فقاقيع جلديه او احمرار في الجلد او حبوب بتيجي في الجلد، فاحنا بيبقى تشخيصه في الوقت ده صعب شويه. لكن ممكن نحطه من ضمن الاحتمالات التشخيصيه الوارده اذا لم يكن هناك اي سبب تاني للالم الشديد اللي هو بيعاني منه. فبنبعد في الأدوية عن الكورتيزون بقدر الإمكان. الكورتيزون ممكن يسبب لي مشاكل كبيرة جدا، وممكن يزود الفيرال لود، يعني ممكن يزود حمل الفيروس وأثاره الجلدية الشديدة. طبعا من المهم ان احنا نعرف ان الفيروس ممكن يفضل كامل لفترة من 3 ايام لحد 21 يوم وبعد كده تظهر اعراضه الجلدية، ولكن الاعراض الالم اللي بيبقى موجود تحت الجلد او الالم اللي بيبقى موجود في العظم احيانا بيبقى موجود غالبا من بداية اليوم الخامس للعدوى بالفيروس اللي هو الفيروسيلا زوستر او الفيروس النطاق الحماقي. طبعا العلاج بتاعه بيكون عباره عن اي ادويه فيروسيه بتحتوي على ماده الاسايكلوفير او البانسايكلوفير لمده بتتراوح احيانا من اسبوع لحد 5 اسابيع. ممكن المريض يعاني منه لفتره طويله حتى بعد بدايه اختفاء الاثر الجلدي، واحيانا لو الاثر الجلدي كان شديد شويه بيبقى اثاره بتشبه الحرق على الجلد بعد كده، واحيانا بنستخدمه كريمات اللي هي اللي بتزيل اثر الحرق فعلا بعد ما المريض يخف من الاثر نفسه ويتعالج منه. العدوى بتاعته بتبقى عدوى عن طريق ان انا ممكن ادعك المكان او اغرش في المكان اللي موجود فيه الفيروس الجلد ده اللي هو الفيروسيلا زوستر، واطلع الماده السائل اللي جواه، ايدي تلمسه، ما اغسلش ايديا او طهر ايديا كويس، ببقى انا مصدر عدوى لنفسي وممكن ابقى مصدر عدوى لغيري بالموضوع ده. فيفضل ان انا في اثناء العلاج باخد حاجه مضاده للحساسيه بعيده عن الكورتيزون تماما عشان تقلل شويه ان انا احك الكلب. من الحاجات المهمه برضو ان انا ممكن اجيب عسل نحل واعمله على كماده كده زي الشاش، وممكن اسيبها على المكان اللي فيه الحزام الناري ده لفتره طويله واغيرها. العسل النحل برضو بيشفي جدا جدا للموضوع ده وبيقلل الاثر الجلدي، حتى بيقلل من ظهور الشكل اللي بيظهر بعد اختفاء الشكل الجلدي اللي بيظهر بيه الفيروس على اي مكان في الجلد. ممكن في اثناء العلاج ناخد حاجه بتقوي المناعه، لان الالتهاب الفيروسي ايا كان نوعه بيظهر مع قله المناعه. فممكن اخد حاجه تقوي المناعه زي فيتامين سي، زي فيتامين د، زي الزنك، زي اللاكتوفيرين، ممكن اخده كحاجه تقوي مناعتي في الفتره دي. طبعا يفضل ان انا اغلي الملابس الداخليه بتاعتي كل ليله والبس، وممكن اكويها كويس تحسبا ان ممكن يكون في حاجه من الاثر الجلدي دي بدات تقشر ولا حاجه وتطلع الماده اللي جواها، فاكون انا مصدر عدوى لنفسي متكرر والموضوع يطول معايا شويه. لما اجي ادهن الكريم اللي بيحتوي على الاسايكلوفير يفضل ان افرده على الجسم كله، المكان كله، حتى ببدا اشوف اي مكان بدا يظهر فيه احمرار بسيط ابدا من جنبه برضه في مساحه امان، لان ساعات زي ما قلت لكم بيبقى الاثر موجود تحت الجلد او في العظم وبيبدا يظهر تدريجي على الجلد الخارجي. هو بيبقى من بدايه ظهور الالم، يعني ممكن يبقى موجود في نقطه معينه مثلا وليكن في الصدر من هنا خلاص، ولكن المريض بيحس، بيقول لك انا حاسس ان الالم بيبقى موجود مثلا من قدام، من هنا، من جنب، من لورا في الظهر، بالرغم ان ممكن يكون مفيش اثر جلد ظاهر
ده الاثر الجلدي بيبقى لسه هيظهر، فيفضل ان انا لما اجي هنا الجلد باخد المنطقه اللي المريض بيتالم منها واخد جنبها مساحه امان كافيه. يعني ممكن افرد الكريم على جزء من الصدر كله والظهر كله حتى في المنطقه اللي ما كانش ظاهر فيها، تحسبا ان ممكن يكون في فيروس جلدي تحت الجلد وفي اثر ليه في منطقه لسه ما بداش يظهر عليها الاعراض الجلديه. ممكن ندهن اي كريم ملطف في الوقت اللي زي ده، ممكن ندهن ماده الجنتيانا برضو كملطف. ماده الجنتيانا لها دور كبير جدا كمضاد بكتيري ومضاد فيروسي ومضاد فطري كمان، حلوه جدا جدا جدا، من الحاجات اللي انا بفضلها فعلا. هي بتبقى لها زرقه شويه كده على الجلد، ولكن هي فعلا بتقضي على معظم الفيروسات والبكتيريا والفطريات بشكل سريع جدا جدا جدا. اهتم بالغذاء الصحي، اهتم ان انا لازم يكون اللبس بتاعي مش لازق في جسمي، مش لبس ضيق طبعا، البس لبس واسع شويه، اشرب سوائل بكثره، اكتر من الحاجه اللي بتقوي المناعه زي العصائر الطبيعيه. يفضل في الفتره دي طبعا ما بذلش اي مجهود يخليني اعرق، لان العرق ممكن يخليني احك في جلد جامد او اهرش في جلد جامد، وبعد كده يبدا ايه الجلد الخارجي او الجلد اللي عليه القصب ده يبدا يتقشر، وبعد كده بعرض نفسي لتكرار العدوى مره ثانيه. هدومي انا اللي بقلعها بنفسي واحطها في الميه السخنه اللي بتغرب نفسي، ما خليش حد ياخدها، ان ممكن حد يكون عرضه للعدوى، وخصوصا لو واحده ست حامل او طفل صغير او حد من اللي عندهم امراض مزمنه ويكون مناعتهم ضعيفه شويه بيبقى اكثر عرضه للمرض ده. اي ادويه بتتاخد في الفتره دي تكون بحرصة شويه، بالذات الادويه اللي بتخفض المناعه. ابعد عن الكورتيزون منعا باتا، اي ادويه فيها كورتيزون ابعد عنها، لان احيانا المشكله الكبيره ان انا لما اروح اشتكي لدكتور مثلا او في الصيدليه او حاجه اشتكي له من الم موجود، مثلا عندي الم هنا، عندي الم هنا، عندي الم في رقبتي، عندي الم في وشي، عندي الم في دراعي، في رجلي، في اي مكان في جسمي بشتكي من الم شديد، احيانا بيلجا الصيدلي او الدكتور او اي حد او المساعد بتاع الصيدلي ان هو يبدا يحط الحقنتين مع بعض او ثلاث حقن على بعض، احنا بنسمع عنهم دول، ويبدا يديهم. الثلاث حقن دول او الحقنتين عباره عن مسكن وعباره عن كورتيزون، والاثنين في منتهى الخطوره. لو انا خدت كورتيزون في اثناء عدم ظهور حتى الاعراض وانا فعلا بالفعل مصاب بالفيروس اللي هو الفاريسيلا زوستر ده غالبا بيؤدي الى زياده نشاط الفيروس والحده بتاعته بتزيد قوي، وممكن يسرع بظهور الاعراض. ممكن لو يبقى الاثر بتاعها في منطقه محدده لوكالايزد اريا كده في مكان بسيط، ممكن بعد ما اخد حقنه الكورتيزون الاقي في فيرال سبريد عالي جدا والاقي الموضوع بدا ينتشر في نطاق واسع جدا. لو انا دهنت كريمات فيها كورتيزون على المنطقه المصابه بالفيروس بتبقى مشكله كبيره، انا بزود المشكله اصلا عليا. فاحيانا اي مرض فيه اصابه بفيروس ممنوع منعا باتا اخد كورتيزون. الحاله الوحيده اللي احنا كنا بندي فيها كورتيزون هو الاصابه بالكوفيد، خلاص في ايام الكورونا ده كان الوحيد اللي كنا بندي فيه كورتيزون عشان نقلل الالتهاب شويه. غير كده الكورتيزون عدو اي مرض فيروسي، الكورتيزون عدو اي مرض فيروسي، يعني اي ما تحس انت عندك اي تعب ابعد عن الكورتيزون. احيانا لو هتاخد مسكن يعني خد امن حاجه، يعني مثلا خد حقنه مسكنه وخلاص مثلا، واذا ما ارتحتش لازم تشوف السبب ايه. اذا ما كانش عندك سبب معروف حط من ضمن الاحتمالات ان يكون عندك حاجه زي كده، طالما في المكان اللي تعبك العضله نفسها او المكان اللي فوق العضله نفسها او المكان اللي فوق العظم نفسه او السطح الخارجي من اي جلد ما تحتوش اي سبب ظاهر يقول ان انا عندي حاجه تستدعي علاج معين، فممكن احط احتمال ان انا اكون بدايه الفاريسيلا زوستر او الحزام الناري، وابدا اعمل اعتبار ان انا لو خدت كورتيزون هيزود المشكله عليا، وبدل ما اتعالج في اسبوعين او اقل ممكن اخد العلاج من 5 اسابيع لحد 6 اسابيع، يعني حنا شهر ونص، ودي مشكله كبيره. غير ان الالم بتاعه طبعا لا يحتمل، الالم بتاع الحزام الناري على العظم وعلى العضلات لا يحتمل في الطبقات الداخليه من الجلد. فاحيانا بنلجا لان احنا بندي حاجات زي مثلا الجابا بنتين، واحيانا بندي حاجه زي الدروكستين، يعني بندي حاجات كثيره جدا من اللي ممكن يعني تسكنها شديد جدا في اثناء العلاج، في اثناء علاج الحزام الناري. طبعا في نهايه حديثي تحياتي واحترامي لكم جميعا، خالص امنياتي القلبيه بالصحه والسلامه والسعاده والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.